مش نعلق عليه. أهمها هو حكينا البارح مع الأستاذ مختار جماعي حول موضوع قضية لانستالينجو اللي قضت المحكمة التعقيب برفض التعقيب كله من سواء المقدم من هيئة الدفاع وإلا من نيابة العمومية، وبالتالي أحالة الملف، خرجنا من الطور التحقيقي وكان قال باش تمشي للطور الدائرة الجنائية. الجديد هذا ما دونه هو كتب على الأقل وضح لنا الأستاذ مختار جماعي ومشكور جدا، يقولنا أنه 3 جوان نهار الاثنين إن شاء الله كان خلينا ربي حيين، حددت جلسة متاع الدائرة الجنائية إن شاء الله باش تكون يوم الاثنين 3 جوان بمحكمة سوسة الابتدائية، باهي كما كما بطوش هذا مهم جدا لأنه إن شاء الله يكون فيه فرج لأنه مشد المرافعات وطلبات الإفراج، ولكن بحكم ربما المدة القصيرة قد لا يجد المحامون مجالا للمرافعة، وإن شاء الله يكون الإفراج. ويقول سي مختار أنه الأستاذ الجماعي أنه في وقت قصير بالفعل، فهل أنه الأستاذ الغنوشي سيقبل يحضر وهو الذي قاطع جميع الجلسات متعللا بأن إيقافه سياسي وليس قضائي، هذه علته، وهل سيقع الإفراج على أو عن على جملة المتهمين بما فيهم زميلتنا الصحفية كما قلت لكم شذاء الحاجة مبارك. إن شاء الله تكون أن احنا عشنا مشكلة أنه مثلا جماعة 14 شهر قضية الأمن العام الدولة وغيرهم وسد العرايب والغنوش الآن وصل العام وكثير زميلنا علي الله في الإعلامي فات وضوما اختم البحث، لكن كان طويل المسار القضائي. هذا السرعة في تعيين جلسة قضائية الدائرة القضائية عشان تكون بادرة خير. سي أستاذ قعلون عندك تعليق مباشر فيما يتعلق بالإنستالينجو، لأن فيها الأستاذ راشد الغنوشي فيها عديد المتهمين، ومحكمة التعقيب كانت رفضت الإفراج ورفضت التعقيب وبالتالي الإفراج، وبالتالي تعينت الدائرة الجنائية يوم 3 جوع. أنا إذا كان عندي تعليق، والأستاذ راشد الغنوشي السيد رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة قال أنه يرفض المثول أمام والاستجابة لدعوة القضاء من أجل تجنيب القضاة مزيد من الضغط، لأن القاضي في تونس اليوم يتعرض للهرسلة من أجل أنه ينفذ التعليمات نعم وما يحترمش القانون. فالشيخ راشد قال أنا أجنب هؤلاء القضاة أنهم يتورطوا أو يجنبهم مزيد من التورط في خرق القانون. وإذا كان سلطة الانقلاب عندها ثقة في ملفاتها، فأنا أدعو أن تكون هذه المحاكمات علنية، كلها جلساتها تكون علنية، لما لا؟ وقتها يولي فما جدوى لحضور المتهمين ولمرافعات المحامين. لا أستاذ قعيورة، وطول تحقيق الآن نحكو، ثم جلسات أخرى أكو، هذه جلسة تحقيقية، الجلسة متاع نهار 3 في التحقيق هي لا القاد ما شاء الله الآن بحكم مشيت للدارة الجنائية الآن مش ولي علنية. أنا أتحدث عن الجلسة القادمة، أنا أتحدث نعم عن الجلسة متاع يوم الاثنين القادم، تفتح للصحافيين، فيه جدوى للحضور فيها إذا كانت تكون جلسات علنية، ويسمح فيها للمتهمين أنهم يعبروا على رأيهم وعلى وضعهم وعلى رؤيتهم للوضع، وكذلك للمحامين أن يقدموا دفعاتهم، لأنه في الحقيقة هذه ملفات سياسية. إذا كان سلطة الانقلاب عندها ثقة فيما تدعيه على معتقلين الذين بين يديها، فهي عندها فرصة أن تبين للشعب التونسي حقيقة هذه الاتهامات، وهي الآن في كل حالات عندها حملة انتخابية تدخل فيها، ففرصة باش تبين اللي هي فعلا تقاوم الفساد وتضرب على يد الذين كانوا مسؤولين على ما تسميه باطلا العشرية السوداء. خلي تبين هل العشرية هذه فعلا سوداء ولا لا، خلي الشعب هو اللي يحكم. لكن سيد سعيد في تصريح أخير قال ما عنديش مشكل مع حركة النهضة، خلي يكون معك صريح أستاذ أحمد قعلول،
هو نحن هو قال ما عندوش مشكل، مشكلة مش نتاع التجمع ومش نتاع نسمعوه سي احمد لو ممكن نسمعوه. هذا كلام صحيح، تونس ما عندهاش مشكل لا مع التجمع ولا مع النهضة، تونس عندها مشكل مع اللوبيات، هذا صحيح. لكن للأسف أن السيد رئيس قيس سعيد يقول هذا الكلام ولا فعله عكسه، لأنه لو كان جاء ما عندوش مشكل مع حركة النهضة علاش مسكر لها قراراتها؟ شنو هو القانون الذي على أساسه مقرات حركة النهضة مغلقة اليوم؟ تم قرار إداري. الوزير الذي أسدى تعليماته وبناء عليها نعم. أغلقت مقرات حركة النهضة عزله قيس سعيد. طيب علاش مقرات حركة النهضة لم يرفع عنها العزل والقيد، معناها الغلق والقيد لحد اليوم؟ فإذا أنا تقديري أنه السيد قيس سعيد الذي تنتهي ولايته قريبا، والذي من المفروض إذا كان عازم أن يترشح انتخابات القادمة أن يوجد مسافة بين موقعه كرئيس للجمهورية وبين موقعه كمرشح للانتخابات القادمة، كي يترشح على قاعدة المساواة بينه وبين أي مرشح آخر، أنه هذا من العدل وأنه ما يستعملش أدوات الدولة في حملته الانتخابية الجاية، وهو يقول أنه ترشح بكابوسا وش اسمه شنو نوعية السواقر اللي استعملها. نعم. فلذلك عليه أنه نفس القاعدة الذي انتخبه بفضلها قرابة 2,700,000 منتخب الدورة الثانية طبعا نعم أعطته أكثر من 30% من الأصوات اللي صعدوه، أنه يترشح المرة هذه على نفس الأسس وعلى نفس القاعدة العادلة، وإذا كان انتخب الشعب مبروك عليه. على كل سنة عود.